يا اهلا وسهلا فيكي، شكلها اما لعبت معنا هون بتحبي تستنيه. اهلا وسهلا فيكي، هي عادة بترجع بالوقت يعني، والقهوة جاهزة، تشربي فنجان قهوة بتكوني جيت. شو رأيك؟ لا لا معلش، انا تفضل ارجع بعدين. ميرسي. شكلك تعبانة كتير ومحتارة، يعني لا قدرانة تمشي خطوة لقدام ولا ترجعي لورا. كأنه الوجع كبير والحيرة مرة، واللي مخرب عليكي حياتك حدا غامض وخبيث ولئيم عم بيضمن لك الشر، بس انتي قلبك طيب كتير وكبير، بحياتك ما زيتي حدا لا هو ولا غيره. أنت بتفهم بهالشغلات؟ ما أي شغلات؟ تبصير؟ إيه طبعاً 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 بفهم، يعني أباً عن جد بفهم. أعطيني كفك، أعطيني، لا تخافي، أعطيني. بوعدك إنه ما تطلعي من هون إلا وأنتي على يقين، ورح اجاوبك على كل اسئلتك. تفضلي تفضلي، اعطيني ايدك. يما كلامك البارح ما طمني يا لمينة، استحلفك بالله، مينا بو شي مو منيح؟ كل واحد يفهم المنيح والعاطل على كيفه، ما بشي منيح للكل ولا بشي عاطل للكل. يعني يمه حلفتك بالله مين عليه شر؟ ما اقدر اقول خير ولا شر، ولا قوة الا بالله. يمه انت تهونين على الناس كلها همومهن الا بنتك؟ المكتوب يمه ما منه محروم. يمه انت ليش مو خلاص خلاص يا عزيزة خلاص. هياني خلصت. شوف مين بده يتصل. ها مين اللي يتصل؟ ثقيل الدم، مين غيره؟ خلاص امشي امشي خلصيني. ايه وشو شايف؟ شو شايف؟ عم شوف. ما كل اللي بينشاف بينحكى، ولا كل اللي بينحكى لازم يكون شاف. بس انت قلت لي حتعطيني أجوبة على كل أسئلتي. ايه بس انتي ما سألتيني ولا قلتي لي اسمك. أقدر الناس إلى حصة من اسمهم. كارمن. كارمن اسم حلو كتير. كارمن اسم نشيد وأغنية جميلة. كارمن يعني الكرم والخير لكل الناس. هلأ شو بدك باسمي؟ أنا جاي بدي أعرف شي معين. جوزة عم بيخوني؟ جوزك عم بيخونك؟ هذا سؤال بيخرب بيوت ناس ونحنا ما بنخرب بيوت العالم. بس أنا بدي أعرف، لازم أعرف. جوابك موجود بسؤالك. شوف أنا لو ما عن جد مضطرة إني أجي لهون وأسألك ما كنت بشي. طيب شوف بالفنجان إذا مش مبين معك بالكف. شوف لا ببين بالكف بعدين بكون أوضح. خليني شوف بالفنجان.